وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، يعقد منتدى النساء البرلمانيات بمشاركة واسعة من البرلمانيات من المجالس التشريعية والبرلمانية في مختلف الدول المشاركة. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة السيدة هالة رمزي عضو مجلس الشورى. أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار. العام الماضي باعتبارك نائب أول لرئيسة مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، شاركتي في منتدى النساء البرلمانيات ضمن أعمال الجمعية العامة العام الماضي في كيغالي رواندا. كيف تساهم الخبرات المتراكمة لدى البرلمانيات البحرينيات في إنجاح أعمال منتدى النساء البرلمانيات الذي سيعقد غدا في مملكة البحرين؟ طبعا مساكم الله بالخير جميعا وعلى المشاهدين الكرام، وشكرا على الاستضافة. وطبعا أهمية عقد مثل هذا المنتدى في مملكة البحرين كونه أكبر تجمع برلماني هو فرصة لتبادل الخبرات البرلمانية في القضايا التي ترتبط بتمكين المرأة وتعزيز المساواة الجندرية. وطبعا احنا في مملكة البحرين نفخر بما تملكه من تجارب وخبرات مميزة في مجال تمكين المرأة وتطورها وما حققته المرأة البحرينية صراحة من إنجازات في جميع المجالات، وذلك طبعا بفضل من الله تعالى أولا كمان جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله وقدرات المرأة البحرينية وأهمية مساهمتها في التنمية الوطنية بجانب الرجل، وكذلك طبعا دعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله للرؤية الملكية السامية وجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة أهل البلاد حفظها الله، والتي مهدت الطريق لتبرز المرأة البحرينية قدراتها وتسجل هذه الإنجازات. وطبعا لابد أن من التأكيد هنا أن البنية القانونية في مملكة البحرين قد رسخت حقوق المرأة في مختلف المجالات، وحيث حرصت السلطة التشريعية على إصدار حزمة من القوانين التي ساهمت بشكل كبير في حفظ حقوق المرأة وتمكينها وتعزيز دورها ورفع مكانتها في المجتمع بما يحقق مصلحة الوطن ككل ومصلحة المرأة البحرينية بشكل عام. نعم. بالنظر إلى المواضيع التي ستطرح في المنتدى يوم غد، هناك هموم مشتركة لدى العديد من الدول المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 46 بعد المئة، والكثير منها ما يتعلق بالمرأة. ما أهم ما سيتم مناقشته غدا؟ طبعا في البداية على جدول الأعمال من أهم المواضيع هو إطلاع المشاركين في المنتدى على أعمال مكتب النساء البرلمانيات والمداولات التي تمت في الدورتين المعقدتين في كيغالي في أكتوبر الماضي. نعم. وكذلك أيضا أعمال مجموعة الشراكة الجندرية. ثم سيناقش المنتدى أحد مشاريع القرارات في جدول الأعمال الجمعية العامة 146 بعنوان الهجمات والجرائم الإلكترونية المخاطر الجديدة على الأمن العالمي، وذلك طبعا من منظور جندري بما يخص المرأة والأسرة عموما للخروج بتوصيات لتعديلات متصلة بالجندر على مشروع القرار والذي سيقوم اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين لمناقشة هذه التعديلات في اجتماعاتها اللاحقة. نعم. وفي المساء إن شاء الله ستجري حلقة نقاشية بشأن القيادة النسائية في التصدي لانعدام الأمن والأزمات، مثل ما تعرف العالم اليوم يشهد كثير من الأزمات. نعم. وعادة ما تكون النساء أكثر. نعم. العناصر المتضررة، يكون ضحايا لهذه النزاعات. نعم. بالضبط، التي تتأثر بهذه الأزمات وانعدام الأمن. نعم. ولذلك ستكون هناك حلقة نقاشية في هذا الموضوع، وستقدم عدة أوراق من محاورين ذوي الاختصاص من برلمانات ومؤسسات مختلفة لها علاقة بهذا الموضوع، ثم سيفتح المجال للمشاركين والمشاركات لإطلاعنا على تجاربهم في هذا الموضوع. نعم، شكرا جزيلا لك سعادة السيدة هالة رمزي عضو مجلس الشورى.